كم سمة خفية في سيارتك لم تسمع بها من قبل؟ تحتوي معظم السيارات هذه الأيام على كل شيء مرمز بالألوان تحت الأغطية، وبالتالي يسهل عليك معرفة ما تحتاج إلى مراقبته، مثل مقياس العمق أو غطاء الزيت أو المبرد. يمكنك حتى إلقاء نظرة على سائل الفرامل وسائل تنظيف الزجاج. وإن رأيت أي شيء آخر باللون الأسود أو الرمادي، فاترك الأمر للميكانيكي. هل سبق ورأيت إشارة ندفة الثلج على لوحة القيادة في السيارة؟ لا تظهر هذه الإشارة لتخبرك باقتراب الإجازة الشتوية، بل هي في الواقع مستشعر يشير إلى درجة الحرارة الخارجية المحيطة، وتضيء كل ما كان هناك تحذير على الطريق بسبب انخفاض حاد في درجة الحرارة. قد يصاحب هذه الإشارة أحياناً تحذير صوتي أو رسالة على لوحة القيادة تحذرك من احتمال تحول الطريق إلى جليدية، وبالتالي إما يمكنك تعديل السرعة أو استخدام الإطارات المناسبة إن لزم الأمر. تأتي معظم السيارات أيضاً مع ميزات إضافية لفصل الصيف كحاجب الشمس الأنيق. قد تحصل على معلومة جديدة تود التحقق منها قريباً. نعلم جميعاً أن حاجب الشمس يلتف إلى الجانب عندما لا تكون الشمس ساطعة من الأمام، ولكن يمكن لبعضها أن يتمدد لتوفير أكبر منطقة ممكنة من الظل. وإن وجدت أن حاجب الشمس الذي لديك لا يتمدد، فهناك حل بسيط. قم بشراء موسع لحاجب الشمس من المواقع الإلكترونية. يثبت هذا الموسع على حاجب الشمس الموجود أو على النوافذ للحصول على رؤية أفضل ومساحة أكبر من الظل. لنجد بعض الميزات المخفية في المنزل. لن أعرض لك معلومات سرية، ولكن هناك طريقة خاطئة لصنع الثلج في الفريزر، وذلك لأنك ربما لا تستخدم علبة مكعبات الثلج بشكل صحيح. صممت علبة مكعبات الثلج بهذا الشكل لأن عليك ملء العلبة حتى تتكون في الأعلى طبقة من الماء. ستساعد هذه الطبقة في إزالة المكعبات بسرعة كبيرة لأنها ستتعرض للكسر عند تنيها، مما يسمح بانفصال المكعبات. يمكنك بعد ذلك إخراجها متى أردت والاستمتاع بمشروبك. إذا وجدت أن حرارة الفرن مرتفعة للغاية، أو كنت بحاجة إلى طهي بعض الأطباق التي تتطلب مزيدا من التحكم في درجة الحرارة، فهناك طريقة سهلة للقيام بالأمر. يجب أن تحتوي مفاتيح الفرن على أداة معايرة على ظهرها. أخرج المقبض البلاستيكي واضبطه بما تفضل. احرص فقط على فصل الفرن عن أي مصدر للطاقة قبل القيام بذلك. هل تعرف الشيء المشترك بين الموقد والسيارة؟ يحتوي كلاهما على أغطية يمكنك فتحها إذا كنت بحاجة إلى إلقاء نظرة عن كثب أو إن كان بحاجة إلى التنظيف. إن نظرت جيداً إلى الجزء العلوي من الموقد، فسترى مفصلين في الزاويتين الخلفيتين. يمكنك رفع الهيكل بسهولة وتنظيف كل الأوساخ العالقة هناك. هل تساءلت يوماً لماذا لا يلتصق الغراء بداخل الزجاجة؟ الإجابة معقدة بعض الشيء، وفقاً لنوع الغراء، لكن الإجابة البسيطة هي عدم وجود الهواء هناك. يحتوي غراء PVA على جزيئات تسمى البوليمرات إضافة إلى الماء، وعندما يخرج الغراء يتبخر الماء تاركا خلفه البوليمرات اللاصقة، لكن يحدث العكس تقريبا في الاتجاه المعاكس إلى حد ما مع الغراء السريع، فهو يحتوي على مادة كيميائية تصبح صلبة بمجرد أن تلامس بخار الماء في الهواء. هل تعلم أن مايكروسوفت وورد يضم ميزة يمكنك استخدامها للمراجع؟ هي ليست مفيدة لتسجيل المراجع، بل تقوم أيضاً بتنسيق جميع المعلومات تلقائياً وفقاً لذلك. إذا كنت ترغب في إحاطة نفسك بأكبر عدد ممكن من النباتات المنزلية، فإليك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت نباتاتك بحاجة إلى الري. ضع إصبعك في تربة الأصيص. يجب أن يمنحك هذا فكرة أفضل من مجرد النظر إلى سطح التربة. إذا تمكنت من الوصول إلى 5-7 سنتيمتر في التربة وشعرت أنها جافة، فعلى الأرجح نباتك بحاجة إلى بعض الماء. ولكن تكون هذه الحيلة أكثر نجاحاً عادة مع النباتات الأصص الصغيرة بسبب عمقها المحدود. عموماً يفضل دائماً إجراء بحث عن احتياجات النبات من حيث الري وضوء الشمس قبل القيام بزراعته، واحرص دائماً على تجنب تعريض جذوره للتلف. لنكن صريحين، نملك جميعاً ملابس نرتديها طوال الوقت وأخرى تبقى في الجزء الخلفي من الخزانة وقد نسينا أمرها. إليك طريقة رائعة لتحديد هذين النوعين من الملابس. بالنسبة للمبتدئين، ستحتاج إلى قلب كل الشماعات للخلف. إذا كنت ترغب حقاً في بذل المزيد من الجهد في هذا المشروع، فيمكنك وضع شريط لاصق على الشماعات وكتابة تاريخ ارتداء كل منها.
ثم ستصبح الأمور واضحة بالنسبة لك. في كل مرة ترتدي فيها قطعة ملابس معينة، قم بقلب الشماعة واجعلها متجهة إلى الأمام. وبعد 6 أشهر أو عام، يجب أن تذهب جميع العناصر التي لم تتغير وضعيتها إلى قسم التبرعات أو يمكنك بيعها. هناك طريقة أخرى رائعة لاستخدام الشماعات لمساعدتك في تنظيم خزانة ملابسك، وهي استخدامها في ترتيب الأوشحة. وهكذا ستتمكن من الاحتفاظ بالأوشحة دون أن تتجعد، وستراها بشكل أفضل، وستعرف الأوشحة التي لا تستخدمها بالفعل والتي عليك التخلص منها. إن كنت تبحث عن مساحة إضافية في خزانة ملابسك، خاصة عند حفظ الملابس الموسمية، فأحضر بعض أكياس التخزين التي يمكن تفريغها من الهواء. ثم قم بطي ملابسك أو أي أقمشة أخرى كالبطانيات أو الملاءات وضعها في الأكياس. والآن شغل المكنسة الكهربائية بوضع الخرطوم في فتحة الكيس للتخلص من كل الهواء الزائد. يساعد هذا في تقليل حجم الملابس المخزنة، ويحافظ على الملابس نظيفة وجافة وخالية من العود. إذا كانت لديك سلة فارغة لست بحاجة إليها وأردت إعادة تدويرها، فيمكنك استخدامها كمصباح رائع. سلال الخيزران هي الأمثل لهذا الغرض. ليس عليك سوى صنع ثقب صغير في السلة وإدخال المصباح المعلق منه. يمكنك حتى تلوين السلة أو رشها بالطلاء إن كنت تريدها بلون معين. هناك طريقة أخرى لإعادة توظيف الأشياء في المنزل بدقة، وهي استخدام علب البسكويت الفارغة لحفظ كرات التجفيف، لكن لا يمكن لشيء أن يحد من إبداعك هنا. يمكنك أيضا استخدام أوراق التجفيف لإزالة الغبار عن الشاشات في منزلك كشاشة الحاسوب أو التلفاز. هذه الأجهزة مشحونة كهربائيا، وبالتالي تجتذب الكثير من جزيئات الغبار. صنعت أوراق التجفيف لتقليل الالتصاق الساكن، لذا فهي لن تزيل الغبار فحسب، بل تساعد أيضا في إبقائه بعيدا لفترة أطول. تساعدك أوراق التجفيف أيضا إن كنت تواجهين مشكلة في تصفيف شعرك، إذ يمكنها أن تساعدك بشكل كبير في منع ظهور الشعر المتطاير. مرري ورقة تجفيف على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وستدهشك النتيجة. إن كان هناك نوع معين من الصابون تحب رائحته وترغب بمنح ملابسك رائحته الجميلة، فعليك باستخدام ألواح الصابون لتعطير الملابس. ضع لوح الصابون في قطعة قماش ثم ضعه بين ملابسك. ستنبعث من الصابون رائحة جميلة تعطر الملابس المحيطة به، ويمكنك الاستغناء حينها عن معطر الملابس. لا أعلم إن كانت غسالتك كغسالتي، لكن تحب غسالة القفز. إن كانت غسالتك تخرج من مكانها خاصة أثناء التجفيف، فيرجع السبب بذلك إلى عدم تثبيتها على الأرضية جيدا. لكن تحتوي معظم الغسالات الحديثة على زوج من الأرجل لتثبيت نفسها في الأرضية. ليس عليك سوى رفع الجزء الخلفي من الغسالة عن السطح الذي تتواجد عليه، وستنخفض تلك الأرجل لتثبت الغسالة بمستوى مثالي.